السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم واليوم فرحانه بزاف انني نقول لكم شي كلام زوين، وهذا باسكو اليوم نهار 26 اولا عيد الام. كنهدي لكم ديجا هذا الورد هذا لكل ام. عيد ام سعيد ان شاء الله برزق الصحه باي حاجه كتمناوها يا ربي، واللي كتمنى انها تحمل اولا الله يعطيك اللي فيها الخير ان شاء الله في هذا الشهر الكريم، وان شاء الله يعطيك ما تمنيتي. هذا الورد بيان سو ما جابوا لي السام، جابوا لي بورد، ولكن ان شاء الله حطيك برسم وداك ساي يجيب لي حتى هو ديك لي جيست اللي كيديروها مع الامهات. المهم البنات اللي ولادهم كبار شويه كتبوا لي في لي كومونت قولوا لي شنو جابوا لكم باش فرحوكم. المهم البنات كيف غادي تشوفوا معايا، غادي نحضروا شي حاجه، وكيف تكونوا شفتوا من العنوان بغيت نطرق لواحد الموضوع صغير. بغيت نقول لكم شكرا بزاف كاع البنات اللي دعاو معايا البارح، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، كنت محتاجه غير الدعوات. والله يسامح البنات اللي بعض منهم ماشي بزاف، البعض منهم كيقولوا شهاد الشيء ولا تعايا في اليوتيوب، كتعايا في اليوتيوب ولكن ماشي اون ديريكت شي حاجه بحال هكا. جامي البنات جامي ما كان صحاب لي بلي ولا طلبت الدعوات ديالكم غادي نولي كنسعى في اليوتيوب. شكون جاب الدعوات للفلوس؟ وشكون قال لكم بلي انا محتاجه للفلوس؟ راه هذا هو المشكل. شكون قال لكم بلي انا المشكل ديالي من مشكل ديال الفلوس؟ يعني ديريكتوم مشيتو للمشكل ديال الفلوس. انا ديما كنقول لكم ابونيو عندي ياك، يلا طلبت لكم حاجه وحده، ما عرفتو مشكل في القناه، ما عرفتو عندي مشكل اخر خاصني نعاون شي حد. ما انا الحمد لله مستقره البنات، ما خاصني، ما عندي، رحنا عادي راجلي واحد البنت بعدها هاد البنت ديما فوق ما نقول شي حاجه تقول لي ياك راجلك مهندس. على شحال في بالك راجلك يتخلص؟ علاش مهندسين شحال كيتخلصوا؟ راه مهندس فيه وفيه، كاين مهندس ديال الانفورماتيك، كاين مهندس ديال الديور، كاين راه كل واحد والقدر ديالو اللي كيتخلص به. انا راجلي كيجيب ثمن عادي جدا، مزيان ثمن مزيان محترم، ولكن راه ما كيتعداش 3 د المليون غير باش نكونوا واضحين. وعندنا دار كيخلص الكريدي ديالها تولي موا، وكيخلص لي شارج بلا دولمه بلا كل شيء، راكم عارفين اللي كاين ماشي هذا. وانا في اليوم كتقول لي دائما هاد البنت دائما ما عرفتهاش شكون ولا شنو المشكل ديالها معايا، مي دائما فوق ما نقول شي هضره، يعني بحال اللي كيتسناو تقول لي شي هضره ولا شي حاجه. المهم فوق ما نقول شي هضره هكا عاديه جدا تقول لي انت كتشكي مثلا. وانا جامي تشكيت على شي حد، جامي قلت ما عنديش، جامي في الحياه ديالو ما عمر نقولها، واخا نكون يا ربي نشرب غير كاس دتين مع الخبز. اي بنادم كيدوز من شي حزه، اي بنادم كيجيو مواقف اولا شي حاجه اورجون كتجي في واحد الوقت اللي كيكون هو في ديك الوقت ما عندوش، الوغ كيكون فريمون محتاج غير الدعوات باش يخرج من ديك الحاجه. وهذا الشيء علاش انا فتحت لكم قلبي، باسكو بزاف البنات راسلوني بالانستغرام، راسلوني في لي كومونتير فينك حنان، مالك ما درتيش فيديو، فينك ما قدرتش نهضر معاكم. كنت صورت لكم ديك الفيديو ولكن ما بوستيتوش، ما قدرتش نهضر معاكم، حتى درت لكم ديك البديه ديال الفيديو. غير انا اصلا هضرت، يعني اش غادي نقول لكم؟ كاين شي بنات كيقولوا لي ندعي معاك ولكن يقول لنا المشكل، واش دعوات حتى تعرفوا المشكل؟ واش انا طلبت لكم شي حاجه؟ قلت لكم غير دعيو معايا الله يفرجها عليا. والاغلبيه ديال البنات بيان سو دعوا معايا، الله يخطيكم عليا والله يخطيكم على كاع خوتنا المسلمين. دابا انا اللي ما تفهمليش هو انه ما صحابليش بلي باش يدعي معاك الانسان خاص يعرف المشكل شنو هو، يدخل لك الداخل ديالك. علاش واش انا من حقي انني نقول لك شكون اللي محتاج ديك الحاجه اولا شكون اللي محتاج ديك الدعوات اولا انا راني في ديك المأزق حيت ما يمكنليش نعاون شي حد قريب اولا. المهم بزاف الحاجات، يعني ماشي ضروري يدخل معكم بنادم في الموضوع. ملي يقول لكم بنادم ندعوا معايا، اما دعوا معاه بكلمه خير اولا تهضروا على الفيديو ولا هضروا على شي حاجه اخرى. سي غير انكم تبقاو راجلك مهندس، نقولوا راجلي مهندس، نقولوا راجلك انت كاع ما نعرف شنو عنده كاع، نقولوا عنده الفيلات عنده هذا. واش الا طاح شي واحد من شي حد قريب ليك انت باغا تعاونو هذا، مش غادي يعاونك شحال غادي يعطيك كاع؟ واش فهمتوا اولا فهمتي بالاحرى؟ راجل مهندس راه بحال كيتكافى مع المعيشه مع هادي، ولا صحاب لك اليوتيوب هو اللي معيشو اليوتيوب البنات. راه ولا جبت 400 اورو ما تضحكوش، ما تقولوها لحد، وهادشي بغا لي زامبو اللي كدير 24% في الارباح ديالك، يعني ديك 400 اورو كتقسميها عاد مع لي زامبو الا بغيتي تكوني في القانون، يعني الا تكون قانونيه. وانا كنخلص لي زامبو من ديما، من نهار بديت القناه ودخلت لي ديك 90 اورو نهار الاول تما دفعت لي زامبو. باسكو علاش؟ اولا الا ساقوا لك الخبر بلي كتخلصي بلا واخا يكون غير درهم، كتخلصي بلا ما تخلصي لي زامبو غادي ياخذوا لك 80% ديال الارباح ديالك ويخليو لك انت هذيك 20.
ودابا داك كتقول واش انا نعاون هنا في فرنسا واش مورا زعما كان كيستناني حتى يطلعني انا هذه 4 سنين باش انا ندير له ونعمل له وراجلي مهندس وانت اليوتيوب كيعطيك وزعما وانت دابا اللي غادي تقولي لنا بلي محتاجه الفلوس واش انا قلت لك محتاجه الفلوس راه البنات واش راكم معايا داك وغيرك شوفوا الفيديو ديال البارح غير البنات اللي ما البنات اللي ما شافوش الفيديو ديال البارح وما عارفينيش انا كنهضر شوفوا الفيديو ديال البارح قلت لهم غير باغي نطلب لكم حاجه وحده ادعوا معايا الله يفرجها عليا وما تنسوش بارطاجيو القناه ديالي وابوني محتاجه لكم هذا الشهر اكثر من اي شهر اخر يعني انا عندي واحد البروبليم ديالي محتاجه غير الله يفرج عليا اما ابوني وبارطاجيو ديما كندخلها لكم يعني ما يمشيش عقلكم بعيد دغيا دغيا رديتوني راجلي مهندس وانا غير كنستعطف الناس ولو كنبغي نستعطف البنات لو كنبديتها من هالاول ما غاديش نبين لكم انا لي زاشا ديالي وشنو كنشري وشنو كناكل وكيفاش عايشه وهذا اللي نبداها من الاول بحال اللي بداوها كاع هادو اللي كتشوفوهم ناجحين استعطف راه كيخدم معنا حنايا المغاربه حنا هذه مع العرب كلهم حنا عارفين هاد الحاجه ولكن انا ما كنرضاهاش راسي انا واخا ما يكونش عندي راه انا ريفيه وماشي حيت ريفيه وصافي راه المهم النفس راه هنا هادشي اللي غادي بغيت نقول لكم كاين بزاف ديال الناس عندهم النفس هنا ولكن الاغلبيه ريفه ما يقدروش يقولوا لك ما عندناش هادي سواء مع العائله ديالهم سواء مع اي حاجه واخا مامك ما تقدريش تقولي لها ما عنديش ولا بنت ما معشياش هادي راه هي فينا الوغ شي لاخر ما عارفاش ولكن في اليوتيوب اللي كنشوف ما كاين حتى شي ريفيه كتقول بلي ما عندهاش وكاينين ريفه بزاف في اليوتيوب مي كاين بزاف ديال الناس اخرين اللي كيقولوا ما عندهمش وهما كيكونوا حياتهم زوينه وكلشي هو هذاك وفي الاخر كيوصلوا بديك ما عندناش ما عندناش ما عندناش كيديروا طايله كي كنقولوا غير بالاستعطاف ديال الناس كيستعطفوا معاهم من الاول وباش تعرفوا بلي الانسان ملي كيبغي يستعطف الناس شنو هي هي في اول فيديو وكيبقى على لي فيديو هكا كلهم كيبقى يتشكى شي حاجه اللي كتستعطف الناس ولكن ماشي اون ديريكت فهمتوا حتى كياخذ ديك الحاجه صافي ما كيبقاش يصدى راسو فهمتوا وانا شوفوا الفيديوهات ديالي من الاول بالعكس كنبين لكم الحاجات كما كنصور لكم في الاول بعدا ما كنت كنصور لكم حتى يكونوا عندي دي تريك ماركه وهذه وهذه ما عمر قلت لكم ديك الهضره واخا انا راه بنت الشعب ماما راه هي بوف عاديه يعني ما عندهاش وما خصهاش ماشي عشنا في هاي لا راه حنا غير في دار الوراثه في المغرب عادي جدا كنت خدامه هي هكا كنديباني عادي جدا راه حتى انا بنت الشعب ولكن ما تلقاونيش انا كنقول لكم بنت الشعب بنت الشعب بنت الشعب ديما باش نستعطفكم ولا شي حاجه راه كاملين ولاد الشعب واش انا لقيتوني هنا برجوازيه راه في فرنسا البنات اللي ما عرفتش كيحاسبوني على ود اللحم اللي كتاكليه راه لو كان ما عندكش وكان ما كتاكليش كاع داك الشيء ديال اللحم واش اللحم عندكم غالي انا ما فهمتش ما بقاش داك الشيء اللحم ما كاينش ولا جو سي با راه كلشي موجود البنات راه كتخدمي باش تاكلي راسي امبورتو انك تخدمي باش تاكلي باش تشري ما كنلقاش شنو المشكل اللي تما انك تشري اللحم ولا تشري الدجاجه ولا تشري الماكله وديري بالك راه حنا في رمضان كلشي كيتشهى كيكون فيك الجوع كتقولي ناكل كاع هادشي في الاخر كتخبي داكشي وكتاكلي نهار اخر واش انا اللوحو اولا تشوف شي بنت هي تسخرتي شي سخره عاديه ديالك السيمانه تقول لك عاوتاني تبقى تكاسبي وديكشي سيري صدقي ودابا انا نصدق ديك الماكله ونجلس انا بلاش واش انت شفتيني واش انا كنعطي يعني ملي كنخرج كنعطي شي بنادم في سبيل الله ولا كنعطي على قد جهدي واش انا نمشي ناخذ له انا مثلا كاع داكشي اللي خديت راسي سيمانه نمشي ناخذ لشي واحد في سبيل الله ولا كان ما عنديش لو كان عندي نديرها ونهار اللي كنديرها حتى ماما جايزه فيها راه ماما ما عندهاش الراجل ما عندهاش كنعاونها انا كنعاون ماما البنات انا راه هذه هي المسؤوليه ديالي الكبيره اللي عندي راه خويا خديها فوق عينو راسو ولكن انا خاصني نتعاون مع خويا راه ولدات جوج ما ولداتش غير واحد يعني انا نهار اللي كيكون عندي شي حاجه راه ديجا كتصولي كتجيني من 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 اليوتيوب ديجا ما باغيش انا نهضر في هادشي باش عاوتاني ما يجونيش لي كومونتير نتاع كتستعطفي ولا راه كل وحده هنا في اوروبا راه حنا يجري وجري راه في المغرب عندكم لا شونس واخا هكا كتجيبي غير ديك 1000 درهم راه كتشوفي فين كتعطيها وعندكم الرخا وعندكم هذا راه حنا كتقيلي تجري تقيلي تجري في الاخر ما كيقدك والو كديري هكا كتلقاي الله جا معاك واحد مليون اكوتي ولا هذا من في الاخر كتجبديه فوق حتى شي حاجه كتكون تالات لك من هنا ولا تالات لك من هنا وكتجبديه المهم البنات انا ما بغيتش نهضر معكم في هادشي بزاف المهم الانسان اي انسان كيما داير كيخدم على والديه وواحد البنت قالت لي عائله راجلك كتقول ما كيقولوا مي سوريين وهذا راه ما يغديش يخليوكم محزوزين ولا شي حاجه بحال هكا شوفي نعلمك واحد الحاجه ملي كتكوني محتاجه شي حاجه ما غادي يوقفوك غير رجليك فهمتي غير رجليك بيان سور الوالدين ديالك يعاونوك ولكن مش حابش غادي يعاونوك واش يشريو لك دار واش يديروا لك هادي واش يشريو لك طوموبيل الا مشات لك واش يشريو لك شي حاجه اولا يعطيوك طوموبيلتهم ولا يعطيوك دارهم واش فهمتوا ما هنا وقفي على راسك اعتمدي على راسك
هادشي اللي غادي نقول لكم. وبيان سور عائله راجلي ولا هذا بيان سور الا مشيتي تقولي لهم راه ما عنديش عطيني هذه ولا بيان سور ما غاديش يخليوك بلاش. ولكن راك علاش انت توصلي حتى لديك المواصل؟ صبري باش ما كان ربي كيفرج، ودعوات المسلمين وخوتنا في الاسلام كيفرجوا على داكشي. الانسان ملي يقول لكم دعوا معايا انا على بالي غير نقول لكم دعوا معايا، تدعوا معايا بقلبكم حيت رمضان عواشر في الصلاه، ترفدوا معايا يدكم هكا وتدعوا معايا وربي دعوات كثيره كتوصل له. هادشي اللي نويت. وصحابي بحال البنات دابا ملي كيهضروا معايا كيقول حنان عافاك هضري مع البنات وقولي لهم يدعوا معايا 40 دعوه مستجابه وهادو، كنقولها وعادي كدعيو معاها. ما فهمتش علاش حيت انا قلت لكم دعوا معايا وليت كنتعاف في اليوتيوب، والمشكل كاع ما كانش ما محتاجه والو. انا هي بغيتكم تدعوا معايا باسكو عندي مشكل، ماشي انا اللي راه عندي، ولكن حد قريب مني عنده مشكل وبغيت نعتقو به وبغيت ربي يعاوني انا ييسر لي وباش نقدر اللي يسلو ليلو. والارزاق في يد الله ماشي في الارزاق في يد البشر. هذا ما كان المهم، ما بغيتش نطول في هذا الموضوع ولا نستعطف شي حد. كل واحد وهمه، كل واحد عنده مشاكل، ماشي حيت انا يوتيوبر زعما ما عنديش مشاكل وما عنديش الحق انني يكون عندي مشاكل، غير حيت سولوني البنات وجاوبت على قد السؤال. كنمر من حزه في هذا الوقت، دعوا معايا، ماشي ضروري نقول لكم شنو هي، ماشي ضروري نقول لكم هذا حيت ما طلبت لكمش الفلوس وقلت لكم ها هو الغيب ديالي صيفطوني فيه الفلوس عافاكم. تما قلت لكم المشكل، وي انا قلت لكم غير دعوات، هذا ما كان المهم. خليونا من هذا الشيء من هنا الفوق، ولا نتوما هكا ما كتبغيوش يعني، ولا طلبت لكم غير دعوا معايا، كنقين بارطاجي معكم دي تخيك، كنقين نوريكم اي حاجه كنعرفها، ونطلب لكم حاجه واحده دعوه ماشي كاملين بيان سور، وتعزوها فيا هذوك البعض اللي قالوا لي كتعاي وتقولوا لي كتعاي، ماشي حشومه عليكم في هاد العواشر. المهم انا ما غاديش ندعي عليكم تمروا شي حاجه هكا ولا هذا، حاشا ولله، الله يحفظكم كاملين. هذا ما كان انا، المهم هادشي اللي كاين. المهم دابا قرب العيد تقريبا، رمضان سيدنا رمضان علينا يخرج، ما بقى والو. كيف كتشوفوا الايام كطير، البنات كطير كطير كطير، وما كيبقاش زعما فريمون ما كتحسيش بالوقت. هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم دزت معكم بزاف البنات قالوا لي ورينا التحضيرات ديالك العيد، الحلوه ديال العيد وهذا. دزت نوجد معكم واحد الحلوه اللي هي عندي، واخا تحطي لي ما نعرفش شنو هذا الحلاوي، احسن حلوه كتبقى لي في الحياه، وكنظن كاع الناس قليل اللي ما تكونش كتعجبو ولا ما كياكلهاش، كاع الاغلبيه الناس هي الحلوه الوحيده اللي كتكون كيحماقوا عليها، وكثر حيت حلوه وزوينه ولذيذه وبنينه وهشيشه، المهم كلشي فيها تكونوا عارفين على ما كنهضر. جيت نوجد معكم حلوه ديال التمر وبطريقه زوينه بطريقه مودرن، تحطوها في الصينيات ديالكم وهذا ويجيو واعرين. كاينين اللي غادي ندير معاكم بالرشم، الرشم هذا المعلوم ولا كي سميتو، خديتو غير لخالتي من الدار، هي عندها هذا وغدستو وخديتهم لها. وكاين عندي واحد طبعه اخر ما عرفتش ندير بها، ونوريكم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طوابع، حتى انا عاد خاصني نوصي خالتي اللي خدات هذا نقول لها جيب لي واحد. اللي ما عندهاش طوابع غادي نوريكم كيفاش كندير لها انا بلا طابع بلا والو، يعني ملي كنصايب انا الحلوه ديالي التمر مني ما كيكونش عندي انا هادشي ولا مني ما كنكونش كجبتو كيفاش كندير له. هادشي اللي غادي نوريكم ان شاء الله اليوم، ابقوا معايا. اول حاجه غادي نحتاجوها البنات، غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده، الزبده تكون حراره المطبخ احسن تكون رطبه باش تسهل عليكم العمليه. 250 غرام سينو الا ما عندكش الميزان بحالي، هاد البواطه هادي كيكون فيها 470 غرام يعني علين 500 غرام، خدي النص ديالها وصافي. شنو كاين اخر؟ غادي تحتاجي 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيده، ماشي مطحون غير سكر سنيده عادي، وتحتاجي 3 د المعالق كبار ديال الزيت، زيت البيضة، وتحتاجي 3 د المعالق كبار ديال الماء الزهر، هذا غير الحشوه ديال يعني ديال لاباط ماشي ديال الطمر. 3 د المعالق كبار ديال الماء الزهر، تحتاجي واحد الربع ديال التمر مطحون ديجا، انا كناخذو هكا ما صيبتوش انا. نتوما الا كان عندكم التمر بالكثره دابا رمضان فوروه، حيدوا له ديك ديك الداخل ديالو وفوروه، ومعكم هي بالفرشيطه راه كيتمعد. وداك الساعه غادي نرجع معكم نقول لكم شنو ندير له، ناخذو غير ربع هذا فيه كيلو. غادي نحتاجو واحد القبصه ديال الملحه، ونحتاجو سكر فانيلا كامله ديال 7 غرام، 7 غرام هذه اللي عندنا في فرنسا وقيلا فيها 7.5، غادي نخلي فيه شويه. وغادي نحتاجو واحد راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، ونحتاجو واحد البيضه من الاحسن تكون في حراره المطبخ، ونحتاجو 500 غرام ديال الطحين اولا نص كيلو ديال الطحين، هاد المقادير هادو ديال نص كيلو ديال الطحين. وبيان سور نص كيلو الطحين من بعد كنزيدو بشويه بشويه، الا بقى لنا من هنا شي حاجه وحنا لقينا العجينه تجمعات
راه صافي هي هذيك يكون ما كانش نسكيلو. الا بغينا نحتاجو كثر غادي نزيدو حيت على حسب الطحين واش كيتجمع دغيا ولا لا. المهم غاديش نكثر عليكم. بالنسبه للتمر البناتي الا بغيتو تعرفوا اش كندير له، انا كندير له شويه ما الزهر وشويه د القرفه، هادشي اللي كندير له. اللي بغات تزيد معاه الزنجلان المحمر تزيدو، اللي بغات تزيد اللوز مهرمش ومطحون تزيدو، انا ما عنديش اللوز مطحون لو كنزدو. المهم ها حنا نبداو. اول حاجه هي نديرو الزبده ديالنا هنا، الزبده غادي نخدمو غير بيدينا البنات. راكم عارفين الحلوه التمر كتخدم غير باليد، صراحه انا هاد الحلوه كنحماق عليها كنحماق عليها كنحماق عليها. المهم غادي ندير عليها ثلاثة المعالق كبار ديال السكر سنيده وغادي نخدمها بيد حتى نخدمها مزيان. وها نتوما معايا فوالا البنات. دابا من بعد ما خلطت الزبده مع السكر دغيا دغيا خدمت لي باسكو كانت هاد الزبده هادي ما كتقصعش في الثلاجه. ها نتوما كسميتو خاص الزبده تكون بارده البنات، غير خليوها في المطبخ وصافي. ما كنعرفش نهرس البيضه بواحد اليد، ما عرفتش خاصني نتعلم ديك اللقطه نتاع الشاف. ودابا درت واحد البيضه وغادي نخدمها مع هادشي عاوتاني نخربقها هنايا. فوالا البنات دابا من بعد ما خلطتها بحال هكا البيضه تخلطت مع الزبده والسكر، غادي نزيدو ديك ثلاثه د المعالق كبار ديال الزيت. هنا ونخلطو شويه ونزيدو حتى ديك ثلاثه د المعالق ديال المزهر. فوالا كيعطي فيه الريحه كتحمق البنات، عارفين المزهر. وغادي نخلط عاوتاني. ريحتو طالعه ماء الزهر كتسطي. فوالا البنات من بعد ما خلطتو كيجي بحال هكا، عرفتو كيتبعني؟ ها شفتو ها هو هاد الزبده مزيان. راه هاد الزبده البنات هاد اوميغا 3 هادي راه كتصلح للكويسون كتصلح للباتيسري وكتصلح للدهان، يعني كتصلح لكلشي ياكل. هاطو لا كتصلح للتارتيني هي للدهان والطبخ والباتيسري، يعني تقدروا ديروها راه زوينه رطبه كتحمق. ها نتوما دابا غادي ندير الخنيشه ديالي ديال سكر الفاني و غادي ندير قبسه ديال الملحه، قبيسه ديال الملحه فوالا. المهم وغادي ندير ديك راس المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه البنات. صافي البنات من بعد ما ضفت المهم سكر فاني ومعلقه صغيره ما عامراش ديال الاخر لوفوغ شيميك الخميره ديال الحلوه وقبسه ديال الملحه، غادي نخلطها مزيان. نبقى نعجنها بحال هكا نخلطها مزيان. دابا حطيت هنايا المعلقه في الطحين ديالي، عندي هنا نص كيلو ديال الطحين، نبقى نزيد بشويه بشويه تدريجيا وانا كنجمع، ما غاديش نزيد دابا ديريكتومون. شوفوا الزبده كي كترجع البنات كتحمق، راكم شايفين رطبه هذه غزاله. انا نقربها لكم تشوفوا رطبه 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 دغيا ما كتصعبش عليكم ماموريه، احسن عاد من الزبده اللي كندير على حال. صافي وغادي نديرهم على حسن الدقيق يكون زبده زوينه. صافي ندير بحال هكا ونخلطو ونعجنو حتى تلقاو العجينه ديالكم. تبقاو تزيدوا الدقيق حتى تلقاو العجينه ديالكم
تماسكات راه هي رطبه ولكن ما كتلصقش في اليدين وكتجي. المهم غادي نوريكم القوام ديالها كي غيكون في الاخر وغادي تفهموا. المهم الحبيبات ديالي من بعد ما عجنتها بحال هكا خذات لي هذا الحال وبقى لي من هنا بقى لي شويه ديال الدقيق. يعني شنو نقول لكم، نقول لكم خذات لي هكا واحد 400 غرام ديال الدقيق، يعني خلات لي واحد 100 غرام فوالا. المهم نشوف شحال بقى من الدقيق هكا، نعطيكم العبار اللي ينشف شحال بقى. بقى 120 غرام، اكثر من 120 غرام ديال الدقيق اللي شطت لي، يعني على حساب الدقيق كيف قلت لكم. كل واحد يعني بعض المرات تدي لك 500 غرام، بعض المرات تدي لك اقل على حسب. المهم العجينه خاصها تكون بحال هكا، يعني مجموعه ما كتلصقش في اليدين كيف كتشوفوا، كتلصقش ولكن راها رطبه، ما تبقاوش تقصحوها حتى تكون الله يحفظ ما جات رطبه. المهم راها رطبه كيف كتشوفوها بحال هكا صافي. بالنسبه للعجينه راه هي موجوده. دابا غادي ناخذ التمر، غادي هنا ناخذ التمر نحاولوا نحلوه شويه، خديت الربع وصافي البنات، الا احتاجيت من بعد راه غادي نزيد. كاين اللي كيدير له شويه الزبده باش كيطلقوا به والمهم اللوز وديكشي اللي قلت لكم. انا غادي ندير له الطريقه التقليديه عاديه جدا، المزهر وشويه القرفه يسيبه بحال هكا. ناخذ القرفه ندير له غير شويه، واحد شويه، واحد راس معلقه هكاك ماشي بزاف باش ما تجيش مجهده. ناخذ الماء الزهر هكاك واحد المقدار نتاع معلقه ماشي بزاف حتى هو، باش نجمع وصافي باش يكون كيتكور معايا وكيشكل في شكل. المهم بالنسبه دابا نخلطه نجمعه. مع البنات في تحضيرات العيد من البشره، شنو مثلا كيفاش تلبسيه ولا شنو كيفاش ديري الماكياج ديالك. دابا الاغلبيه اللي غيهتم بهذا الموضوع هما الناس اللي عندهم لا فامي كيمشيو لها في العيد. انا الصراحه لا فامي ديالي دابا ما كايناش هنايا، راه في المغرب، يعني غادي ندوز العيد بلوتو، يمكن داكشي اللي كنا دايرين انا ومراد وسام، يعني هي الا كتبت قلنا ندوزو العيد في ديزني لاند، نمشيو منها ندوزو وقت زوين، منها سامي يحس بالعيد بلي شي حاجه زوينه اكثر. يعني بقى نقول دابا هو كيعرف بلي حنا ما كناكلوش، كيقول لي ماما قوت ولا شي حاجه بحال هكا، كنقول له نوجو في رمضان، يعني كنفهمو شويه بشويه. ينهار العيد ان شاء الله مع انا يلاه خديت له الحويجات الجداد، عقلتو مني خديت له الحويجات من اوركسترا، يعني عنده تما شي حويجات باقي ما دارهمش كاع، وخليت له واحد اللبسه سبيسيال للعيد ان شاء الله داك الساعه يلبسها. سينو ديزني لاند يمكن ما نديرلوش ديك السروال ديال العيد القيله، باسكو غادي يكون فيه مزير ما عرفتش، ما عرفت ما غاديش يكون فيه اليزا، ولا ندير له لبسه اخرى اللي باقي ما لبسهاش عمر. ايوا صافي. المهم البنات الا كتحسوا بيديكم كيتلصقوا معاكم ديروا غير واحد الطاسه حداكم فيها شويه المزهر، غادي نديرها هكا وبقاو تحادوا فيها، بقاو ديروا فيها يديكم قبل ما تكوروا الكويرات ديال الطمر
شحال ما يتلصقش معاكم. ايوا وصافي هذا ما كان يمكن 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 الى كتب راه غادي ندوزو تما وكاني نقول له يعني يفهم باللي العيد شي حاجه زوينه اللي كنديروا فيها الحاجات اللي ما كنديروهمش ديما. وبيان سور في الدار داك الصباح ديال العيد غادي يكون الجو ديال العيد يعني لبس لكم دابيتود الجبادور ديالو تصورات نهضروا مع الوالدين جوج ديال مراد ولا ديالي مباركوا العائله راكم عارفين نتوما كيف كدوزوا رمضان. انا صراحه ديما العيد ديما خالتي في المغرب حيت كتمشي ديك الفتره معها هي عند المكازا كتمشي في ديك الفتره باش كتبيع الحويجات للعيد وبزاف الحاجات كتمشي في العيد الكبير كتعيد تما كيعجب لها العيد تما. العام اللي فات كتب لي العيد في المغرب العيد الكبير كتب جا في الصيف حيت كيجي مني كيجي في الصيف راه كيكتب لكل شيء عيد في المغرب. دابا من بعد ما كورت التمر ديالي نحطو هكا غادي نجي نكور لاباط غادي تشوفوا غادي نكورو حتى التمر ولكن نخليه شويه يدخل فيه داكشي اللي درت له حرفه والماء الزهر. غادي ناخذوا لاباط ديالنا كيف شفتوا غادي نقسموها مثلا هكا على جوج وغادي نحاول ناخذ منها هكا شي دويرات هكا صغيورين ونكورهم بحال هكا. شوفوا بغيت نوريكم انا باغي نديرو في هذا الرشم هذا انا بغيت نديرهم في هذا الرشم حيت كيعطي منظر زوين بزاف للكاطو كيجي منظم ومشكل بحال بحال وكلشي. سينو اللي ما عندهاش هذا الرشم بحالي انا هذا هي واخده لحماتي اللي ما عندهاش هذا الرشم دير داكشي اللي كندير انا مثلا غادي نشوف غير ديك القرنفل حبيبتو انا معكم. كاين اشكال ما كاينش غير واحد الشكل كاين مثلا انا نطلق هذه مثلا بحال هكا نطلقها غادي نشكلها بشي دويره بحال هكا وعندها شراطي من هنا. سينو الا ما عندكش هذا شكلي غير بدوا الكاس وديري له ديك الشراطي بالموس ولا بالفرشيطه ياكي. غادي نشكلها بحال هكا و ناخذها مثلا نقولوا خديت التمر مثلا بحال هكا نقدر ندير لها شكل هذا ديال البلغه ولا كي كيقولوا لها والله ما عرفتش كي كتسمى ديجا كندير لها بحال هكا وهكا كتحطي هذه على هذه وكندير لها قرنفل. القرنفل كيعطي لها واحد المذاق يا البنات واحد النسمه كيديرها فيها ما تصوروش هم كتشدوهم مع بعضياتهم كيعطيك هذا الشكل هذا شفتيه دير بحال البلغه كيجي زوين هنا كيجي غزال هذا الشكل هذا ديال لاباط بحال هذا شفتوه. ايوا المهم كاين هذا الشكل بغيت نعطيكم اشكال اللي تقدروا ديروهم غير بيديكم سينو الا بغيتوا ديروا الشكل ديال اللي باغي بحال الشوسون زعما هي بيديكم تقدروا ديروه حتى هو. نعطيكم دابا الاشكال ونكمل شغلاتي نورمال. نقولوا حنا هكا نديروا لها هذا نطبوني بحال هكا فوالا وناخدو التمر واحد كويرة صغيرة على حساب العبار ونديروها في الوسط هادي وقيلة كبيرة نديروها في الوسط بحال هكا كنتمنى تشوفو اش كندير ونسدها عليها ياكو. هادي درت لكم وحده ميني درت لكم ميني شوسون هي صغيره هادي صافي. من بعد ما كتعقدوها بحال هكا كتجي بهذا الشكل كتصايبوا لها القنيتات باش تجي لكم بحال الشوسون. يا ربي تكونوا كتشوفوا معايا انا كنشوف الكاميرا بعيده عليا ولكن ملي كندير المونتاج راه كتبان مزوميه صافي. دابا هاد الشكل ديال الشوسون ياك نقولوا حنايا نقربوها لهذا الشكل الو كتشدي الفرشيطه ولا ديك الفانس هذاك الفانس اللي كيقرص بحال هكا هذاك كاين فين ما هذاك البانس اللي كيقص بحال هكا وكتصايبي لها. انا ما حدايهاش غادي ندير لها غير الموس بحال هكا ندير لها شكيلات زعما بحال الورقه ديال الشجره فهمتوا بحال الورقه ديال الشجره وصافي يا البنات بحال هكا. كتجي حتى هي غزاله وفينا عاديه ممكن هذا الشكل كاين بغيتي تكوريها وديري فيها حاجه ممكن بزاف الشكلات البنات خاصكم غير تزعموا صافي فهمتوا كاين بزاف الشكلات نتي وشنو يصدق لك هذا الشيء اللي كاين. دابا نجيبو واحد الطاوه ديال الفران ونحطو فيها. دابا انا درت لكم هذه ولكن دابا حتى تكملوا كلشي كويرات. دابا اول حاجه غادي نديروها البنات هي نكورو كلشي نكورو ديك العبار عيننا ميزاننا
غادي نكوروهم كويرات صغار ونحطوهم فشي صينيه حتى نكملوا لاباط ديالنا كامله. من بعد نرجعوا نكوروا عاوتاني الطمر على الحجم ديال هذا، يعني يكون صغير شويه عليه باش هكا نقدروا نتحكموا فيهم ونديروا اشكال متنوعه. انا ديالي مهم هاد الشكلات اللي درت، درت ما عرفتش واش يبان لكم، درت هذه القبه، هذه اللي هنا الاوليه، ودرت الشكل الثاني اللي هنايا الثانيه، ودرت الشكل الثالث هو هذا، وهذا اللي كنصايبو بليد، هذا كنحمق على هاد الشكل هنا، وهو كيعجبني ديك المذاق اللي كيكون فيه هاد القرنفل. على داكشي درتو حتى لهذا، درت له القرنفل، ولكن ما ليس اوبليغاتوار، يعني نتوما اللي كتشوفوا كيفاش تذوقوا الحلوه ديالكم. البنات غادي تشوفوني بدلت، ماشي نفس النهار بيان سور، باقي كندير الحلوه، غير لبست باش نهبط للحانوت لتحت، مشيت نجيب سكر سكر كلاصي، باقي ما مشيتش للكارفور ني والو، خديت هي هذا. الحبيبات ديالي ها النتيجه الاخيره ديال هاد الحلوه، كاينه هادي ديك كيف كتجي. بغيتو نتوما ديروا واحد الطبسل ديروا فيه سكر كلاصي ودوزو فيها كامله، يعني تبقاو دوزوها فيها كامله. بغيتو ترشوه بحال هكا احسن، ترشيه بحال هكا ويبقى لك زعما ماشي فيه بزاف السكر وداك الساعي، الا بغيتي تزيدي له راه من الاحسن ديريه له دابا هو سخون كيدخل فيه وكيبننوا سينو. من بعد الا بغيتي تلويه في السكر كلاصي انت تعرفي، غير انا كنفضل بهذا الرشه هكا، كيجي زوين كيجي راقي وفي نفس الوقت ما كيجيش بزاف عامر سكر. صافي هذا ما كان الحبيبات ديالي، ما بقى لينا نقول لكم شكرا بزاف على مشاهده الفيديو، شكرا على كل شيء، وكنتمنى يا ربي الا عجب لكم ميزيتي با تحطوا لي لايك وصافي، وتشتركوا في القناه الا عجبت لكم القناه وبغيتوا توصلوا بكل جديد، وضغطوا على الجرس. وهذا الشيء اللي كاين اليوم، ان شاء الله نشوفكم غدا مع فيديو جديده. الا كانوا عندكم اقتراحات اخرين ميزيتي با تكتبوهم لي في الكومونتير، ونقول لكم دابا بسلامة عليكم، بصحة فطوركم، باي 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 باي.